السلام عليكم. فالوصفه اللي غادي نقدم واحد الغريبه بسميدو الكوك. وصفه سهله واقتصاديه وفي المتناول والمذاق رائع. كنحتاج في المقادير 4 ديال البيضات، 250 غرام ديال الكوك، فتيته ديال الملحه، 7 غرام ديال الفاني، 20 غرام ديال الكونفيتير، هنا استعملت كونفيتير ديال الحامض، 10 غرام ديال الخميره، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده. عندي هنا كاس ديال السميد الا خصني نزيد، ونقدر نقص لان كتبقى السميد على حسب الخليط. وهنا عندي 250 غرام ديال السكر سبيسيال فاش غادي نفند الحلوه. كنزل البيض ديالي هو الاول، فتيته ديال الملحه، 7 غرام ديال الفاني ساشيه. هنا درت جوج معالق كبار ديال الكونفيتير، بالنسبه للكونفيتير كل واحد والذوق ديالو. كنزيد كاس ديال السنيده وكاس ديال الزيت. غادي نحطهم يتدربوا لمده ديال 5 ديال الدقائق. هنا بعد ما تضرب البيض مزيان حتى كيذوب السكر تقريبا ضربته شي 5 ديال الدقائق، وغادي نزيد الكوك والخميره. بالنسبه نتابعوا بالنسبه للكوك، كاين الكوك الناشف وكاين الكوك اللي كيكون مزيت، ما كيخدلكمش نفس العبار. هنا درت 10 غرام ديال الخميره ساشيه ونص. بالنسبه لهذه الخطوه هذه تقدروا تخدموها غير باليد ماشي ضروري العجانه، وغادي نبقى نخدمها ونزيد الكوك. هنا ضفت الكميه اللي بقات ديال الكوك، وغادي نخليه يتضرب واحد 4 ديال الدقائق باش الكوك يطلق لي الزيت ديالو، عاد نزيد السميده. وانا بعد ما زدت الكميه كامله ديال الكوك غادي نزيد دابا السميد غير بالمعلقه حتى تجمع ليه. بالنسبه لليد كتقدروا تحكموا فيها، وهنا كيخص ضروري مره تقلبوا المول ديالكم من التحت لان كيبقاو فيه النواشف. هنا كنبقى نزيد السميد غير بشويه باش ما تقصحليش العجينه. هنا غادي نضيف غير الربوع نحرك ونشوف. السميد نبقى نزيد غير بشويه حتى نشوف الكميه شحال غادي ياخذ لي. هنا العجينه مازال رطبه بزاف، غادي نزيد النص. لي من هذه هي الكميه اللي شطت من كاس ديال السميد، ما خدتليش كاس كامل. بالنسبه للعجينه هي كاس كل مرخوفه، وغادي تزيد عاد تشرب واحد الشويه، غادي نخليها واحد 5 دقائق غادي تشرب ونبدي كنكورها. بالنسبه للفران راني بديت شعلته باش يسخن، كتبغي الفران يكون سخون بزاف على الاقل واحد ربع ساعه تكوني شعلتيه من قبل، هنا تكون عجينه بحال هكا، يعني ما تكونش العجينه ناشفه بزاف وما تكونش العجينه جاريه. بعد كنكورهم وكندير كميه مهمه ديال السكر كلاصي من الفوق. فاش كنحطهم في اللاطه كنفرق بيناتهم لحقاش غادي يتنفخ فيه الخميره، غادي يتنفخ وكيسيح واحد شويه. كنضغط واحد شويه بالصبع ديالي غير واحد شويه. ها هي في الفران فوالا كتشقق. كندير واحد لاطا تحت الصينيه وكنديرها على النار مهيله. انا ما كنطرحهاش حيت كنطرحها ديريكت من الفوق، وكطيب لمده ديال 15 دقيقه تقريبا، وانا مازال ما طابت لان مازال ما كتحركش في بلاصتها. انا نقرب لكم
الحلوه ديالي بعد ما حيدتها من الفراغ طابت تقريبا لمده ديال 15 دقيقه، غير كتحركيها كان بلاصه كتشوفيها تحركات راها طايبه، ما كنخليوهاش طيب بزاف باش ما تجيناش ناشفه. الغريبه معلكه طايبه من الداخل.